الكنيسة اليوم بإعلان طوباوي جديد من أرضنا، من أرض لبنان، أرض القداسي، الأخ استفان نعمي الراهب اللبناني الماروني. ولدت الرهبانية اللبنانية المارونية من عمق التراث الرهباني الانطاقي السرياني الماروني على ايد ثلاث شبان مواريني، جبرايل حوا، عبد الله قرعلي، ويوسف البتن. لبسوا الاسكيم الرهباني المقدس على ايد البطريرك استفان الدويهي بعشرة تشرين الثاني سنة 1695. فيما بعد انضم لإلن جبرايل فرحات. ثبتت قوانين الرهبانية من قبل البطريرك الماروني ب 18 حزيران سنة 1700 من قبل قداسة الحبر الأعظم بابا كليمندوس الثاني عشر سنة 1732. أشاعت الرهبانية بلبنان والعالم نور قداسي باتباع المسيح، بالعيش الرهباني المشترك، بفضل إيمان أبنائها الثابت ومحبتهم الصادقة. من بين هالرهبان والرهبات ارتفع على مذبح القداسي شربل رفقة نعم طلع، وهلأ عم تحتفل الكنيسة بإعلان طوباوي جديد الراهب اللبناني الماروني الأخ استفان نعمي. ولد الأخ استفان نعمي بضيعة لحفد قضاء جبيل. الاسم الأساسي هو يوسف، ابن استفان نعمي وكريستينا البدوي حنا خالد. بشهر آذار سنة 1889 ولد يوسف بعيلة مؤلفة من أربع صبيان وبنتين. خير إن شاء الله. تابي تابي على عايشة. يا ربي كتر خيرك. عاش ببيئة جبلية زراعية، ولكنه تعلم بعض مبادئ القراءة والكتابة بمدرسة الضيعة، بمدرسة سائر شمية اللي تابعة للرهبانية اللبنانية المارونية. بعمر 14 سنة بأحد الأيام كان يوسف عم يرعى البقرات بالحقل حد البيت، بيلمح بعيونه حيوان صغير فات ورا الصخرة فبيلحقوا ليلقطوا، وهونيك لاحظ أثار مي نبش تحت الصخرة فنبعت المي من الأرض، وهيك صارت العين اليوم مصدر شفاء لكتار من العالم وبركة بيباركوا فيها البيوت. سنة 1905 بعد سنتين من وفاة بيو دخل الأخ استفان الرهبن اللبناني المارونية بدير كفيفان وكان عمره 16 سنة. أخذ يوسف اسم استفان تشفعا بقديس الضيعة واسم بيو بعد سنتي الابتداء من التنشئة الرهبانية اللي أخذها على إيدين الراهب اللي مات برائحة القداسي الأب غناطيوس دغر التنوري، ندر الأخ استفان ندوره الرهبانية ب 23 آب سنة 1907. عاش الأخ استفان بالرهبنة يشتغل بحقول الأديار، وكان دايما يتسلم مهمة رئيس الحقلة. الأديار اللي خدم فيها بحياته الرهبانية هني ستة: داير سيدة ميفوق،
سنة 1907. داير مار أنطونيو صحوب سنة 1910. داير سيدة ميفوق للمرة الثانية سنة 1913. داير مار مارون عناية سنة 1922. داير مار شرليطة القطارة سنة 1925. داير سيدة المعونات جبيل سنة 1928. وداير ماركو بريانوس ويوستينا كفيفان سنة 1938. كان الأخ إصفان يشتغل بصمت ومحبة واحترام مع الرهبان ومع العمال، والكل بيشهدوا على عدله واستقامته، فكان يعكس صورة يسوع بحياته وين ما كان بالكلمة والعمل. تميز الأخ إصفان بالتزامه الرهباني وخدمته بالدير ومحبته للرهبني، هيك منفهم سبب تنقلاته بالأديار، فكانوا الكل يحبوا أنه يكون من جمهور ديرهم. وكانت شهادة الأب مخيل الخوري اللي بتقول بعد فترة الساعتين من العمل بالحقل يبقى عنا فترة راحة، فكان الأخ إصفان يقعد ويقلنا يلا يا إخوتي لازم نصلي المسبحة للعطر. وبعد الصلاة كان يحكينا عن الرهبان وعن عاداتهم، عن فقرهم، عن طاعتهم، عن عفافهم، عن نسكهم، عن القديسين بالرهبني. كان لطيف المعشر، مهذب، إذا بده حدا يساعده كان يقول يا خيي بدنا نقيم هودي إذا بتريد. كان تقي ومشهور بفقره وفقير بلباسه، وكان راهب مطيع، ما كان يحكي كتير، ما كان يرفع صوته ولا مرة وحدة، كان كل التلاميذ والرهبان يحبوه. توفى الأخ إصفان برائحة القداسة بدير كفيفان بثلاثين آب سنة 1938 عن عمر 49 سنة، ودفن بمدافن الدير. بعشرة آذار سنة 1951 بعد وفاته ب13 سنة كتب عنه الأب الرئيس طوبية زيادة برزنامة الدير بمناسبة فتح المقابر لدفن المرحوم الأب يوسف السوراتي: وجدنا جثة كاملة إلى هيئة الإجلال والإكرام، بتدل على جسم إنسان راهب مات بربيع الحياة، وكانت هالجثة هي الأخ إصفان نعم. أغزر الرب من نعمه من خلال الطوباوي إصفان نعمة ومن شعاره الدايم الله يراني. شف الرب على إيده أمراض كتيرة ومستعصية. بوشر التحقيق بأداسته ب27 تشرين الثاني سنة 2001، ب17 كانون الأول سنة 2007 كان إعلان بطولة فضائله فأعلن مكرم، وكانت بمثابة هدية عيد الميلاد من السماء لكنيسة لبنان ولرهبانية القديسين
واللبنانيين المتمسكين بأرضهم، أرض القداسي. أعلن قداسة الحبر الأعظم البابا بنديكتوس السادس عشر 27 حزيران موعد لأعلان الأخ إصطفان نعمة طوباويا. كانت أعجوبة الأخت مارينا المساهمة بإعلان التطويب. طبيب الأخ طبيب الرباط شهر عبدالنوت وجينا في شبه لأجل المتارحة نشيط من الماء وصلت الشيط الصحات وأنصت أمشي روحي ساعت أتأكد من الأخصر شفاني. وما عاد رجع مرض السرطان الكونسير ما عاد رجع؟ لا ما شفتوته. تم نقل جسمان الأخ إصطفان من المدفن القديم لوضعه بمكان خاص للعبادة والتكريم. جسمان الأخ إصطفان نعمي المكرم والطباب الجديد ما زال جسمان غير منحل، كل أعضاء بعض مرتبطة ببعض البعض، وجهه طري جدا، ألوان الجلد بعدها هي زيتها، وكذلك لا رائحة للجسمان ولا رطوبة داخل نعشه، ويديه تتحركان. من أقوال الأخ إصطفان: الله يراني. هنيئا لمن تزين بالعلم الذي يقود إلى الله. المحبة لا تحتاج إلى علم لأنها من القلب تخرج. مع أقوال الطباوي الأخ إصطفان نرفع لك يا رب الشكر على الهدية السماوية، ومنطلب أنه تمنحنا بصلوات الطباوي إصطفان النعم لحياتنا، وبشفاعته تحمي لبنان وطننا الغالي، وتحمي أهلنا وعيالنا وولادنا، وخاصة نحن العايشين ببلاد الغربي وبالأخص أهالينا بموريال. خلي نورك ينور دربنا ويهدينا على طريق القداسي حتى نخدمك على مثاله، ونمجدك ونمجد ابنك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. شهادي بركتك أمان صلاتك شهادي.